قبل أفاعي الأردن كان المندوغين موتوا من الأفاعي، فبلشنا شغل. بيجيني تليفون إنه حدا عنده حية في بيته، فأنا بكون جد كثير بهذا الموقف، بتوجه للسيارة معي عدة كاملة، بطلع على السيارة ومباشرة أنا على الطريق بحكي معهم تليفون ودول الموقع، بتأكد إنه الكل طلع برا البيت لأنه ما حد يضل جوا لأنه هاي حية ممكن تكون سامة ممكن إنه يموت. شو ما كان قدامي مثلا سيارات إشي بستعجل على قد ما أقدر أستعجل، بستعجل على الطريق، وبالنهاية هاي حياة بشر يعني الموضوع مش سهل، فخاطر بحالي حرص على حياة الناس، وهاي هي أهداف أفاعي الأردن. بطلع أنا على الطريق أوصل على المكان، بتأكد إنه الكل برا ما حدا جوا، ببدأ في البحث عن الحية إنه في أي مكان من حسب خبرتي، لأنه واحد بيحكي الحية هون الثاني بيحكي لا من هون، فأنا ما بأخذ كلامهم، أنا أهم شيء أطلعتهم برا وفوت البيت حسب خبرتي بعرف وين الحية موجودة. لما ألاقي الحية بقرب عليها استعمال عدة لأنه تكون لحظة قوية بالنسبة إلي وبالنسبة إلها، حي سامي مثلا وبالنسبة إلها أنه أنا خطر عليها، فهي بتكون شرسة. بعد شرسة شو؟ بثبتها ومسكها بطريقة سليمة، هون بتكون لحظة حاسمة بالنسبة إلها، تكون منفعلة، تكون شرسة، تحرك يمين شمال، بتلف على إيدي، بتلف على جسمي، فأنا بثبتها حسب خبرتي. لا 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 بلشنا 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 بلشنا. حط عيني بعينها، زعتها بيجيني الشعور، ولكن بتأكد إنه أنا شايفها قدامي وبنسى كل إشي حوالي لأنه بده يكون التركيز عالي على هاي الحية، بحطها في البوكس للأفاعي مثل اللي في إيدي، طبعا هذا بكون مثقب وخاص في الأفاعي علشان نقلها من مكان لمكان. لما حطيتها في هذا الصندوق طبعا الناس اللي حوالي أصحاب البيت ارتاح ضميرهم وارتاحوا من الأفاعي لأنه أجا واحد ساعدهم وخلصوا من الحية وسيطر عليها وخباها في الصندوق الخاص فيها، فهم ارتاح ضميرهم وراحت الخوف منهم أبدا. بالتالي بدور حديث بيني وبينهم، حديث انه كيف الحية دخلت، وببدأ انا بنصائح انه الحية ليش تدخل بيته، لازم يسكر مليح، لازم يدير باله اكثر، والنصائح العامة عشان الموضوع ما يتكرر. الان احنا بنطلع على السيارة، تركنا الاهل بالشكر والدعاء الحمد لله، طلعنا برا. هذا شغل ها؟ يلا يا اخوي مرة ثانية. السلام عليكم شباب، حياكم الله مع السلامة. أما التليفون الثاني اللي برعبني إنه لما حد يخبرني إنه ابنه أو أخوه انقرص من حية سامة، فبكون شعوره سيء كثير بالنسبة لي. طبعاً يعني كأني أنا قدام اللي خبرني كأني بقرأ تعابير وجهه لما يكون يحكي لي أخوي أو ابني، فأنا مباشرة أكون في العمل أو بكون مشوار بعيد، بتوجه بنطلق من مكان عملي أو من أي مكان بكون فيه على البيت. طريقة نقل المصل إلها شروط. هاي الثلاجة أنا مخصصها علشان أحط فيها الأوصال علشان المندوغين فقط. الدواء المصل بنحفظ من درجة 2 لغاية 8، أقل من هيك بتجمد بضره، وأكثر من هيك بكون عليه حرارة عالية بضره. بأخذ هاي الأوصال مباشرة بتوجه بسيارتي، بطلع خارج الاي سي يو، بكون الاهل في حاله مبكيه، في حاله مرعوبين كثير على ابنهم او اخوهم، احيانا بيكون طفل، فبقعد مع الاهل
بطمنهم انه انا متابع لاكثر جزء من 400 حاله، وبكون بطمنهم انه مش راح يموت، ما راح يصير فيه شيء. فباكد عليهم انه هذا الخبر وهذا شيء علمي. بحمد الله بعد ما تم تأمين هذا المصل ما حدا مات، ولكن هي عبارة عن معاناة قليلة، ثم بعد يومين بيكون في البيت ولا كأنه شيء حصل. بعد ما طمنت الأهل بطل على السيارة ببكي، بيجيني هيك دمعتي لحالة بتطيح، إنه أنا عملت شيء بالفعل إنساني، إنه حدا كان يحتضر هذا المصل بعد إرادة رب العالمين. هذا المصل أنقذ حياته، هاي روح بشرية، هذا إنسان بالتالي. فبالفعل هو بروح وأنا على البيت وأنا مرتاح.